المناولة، وأيضا مجالا هاما لإبراز قدرات النسيج الصناعي الوطني للمناولة. وقد ارتأينا أن تكون طبعة هذه السنة متميزة عن سابقتها من خلال إشراك المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التي خصص لها جناح لهذا الغرض، وسوف يكون معنا وزير المؤسسات المصغرة والناشئة يوم آخر يوم من هذه الطبعة إن شاء الله، التي خصص لها جناح لعرض منتوجاتها وخدماتها المبتكرة لما يشكل هذا النسيج من المؤسسات من أهمية بالغة في خلق صناعة وطنية متكاملة بمعدل إدماج ملائم لتحقيق التحويل التكنولوجي وبلوغ إنتاج وطني تنافسي في السوق الوطنية والخارجية، يمكنه من الاستجابة لمتطلبات المؤسسات المانحة للأوامر.